الحمد لله. سوف نعرف بموانع ترقيق الراء. قلنا أولا العجمة، قلنا لدينا أربع كلمات وهي إسرائيل، إبراهيم، عمران، إرامة، كلها فيها أسباب ترقيق ولكن منعت من الترقيق بسبب العجمة. نعم، الحالة الثانية صافية. التكرار. نعم، التكرار. إذا انتبهنا أخواتي، لدينا شحال من كلمات. نعم، حاولوا نديروا المرموز باش نخرجوهم. يا نعم، شو هو المرموز اللي عطيتكم؟ فأم فاضين. إذا عندي الفرار إصرارا، فرارا، فرارا، حيت كتبقى فاء فاء، كتبقى فاء فاء. إذا فرارا، ضرارا. إذا بالنسبة لهذه الكلمات كلها فيها سبب الترقيق. إذا شنو عندي سبب الترقيق في الفرار؟ إذا الكسر الملازم للراء ومنعت من الترقيق بسبب تكرار الراءات. إصرارا، الكسر الذي فصل بينه وبين الراء حرف مستفيل ساكن ومنعت من الترقيق بسبب تكرار الراء. مدرارا، عند الكسر الذي فصل بينه وبين الراء حرف مستفيل ساكن فمنعت هذه الراءات من الترقيق بسبب التكرار. فرارا، نفس الشيء، الكسر الملازم للراء، إذا منعت هذه الكلمة أو هذه الراءات من الترقيق بسبب التكرار الراء. هذه الكلمة الأخيرة ضرارا، نعم، فيها الكسر الملازم للراء ومنعت من الترقيق بسبب تكرار الراء. إذا هذه الكلمات فهم معدودين على الأصابع. فعطيتكم مرموز، علاش هذا المرموز هو اللي غيعاونكم باش أنكم تخرجوا الكلمات المتواجدة في القرآن الكريم. الفرار إصرارا، مدرارا، فرارا، ضرارا، مفهوم؟ إذا هذه الحالة الثانية. أعطوني الحالة الثالثة. هذو كلهم منعوا من، نعم، منعوا من التكرار، منعوا عفوا من الترقيق. لماذا؟ بسبب التكرار. إذا أول حالة شفنا العجمة، ثاني حالة التكرار، ثالثا نعم فدوى التنوين الناصب. إذا قلت أخواتي، إذا نحاولوا المرموز هو اللي غيعطينا الكلمات المتواجدة. إذا قلنا هذه الكلمات هذو بدات فيها الأوجه، إذا تقرأ حسب مد البدل. إذا ناخذ ساوى، إذا هنا شنو؟ تنوين النصب. إذا من موانع ترقيق الراء ثالثا هو تنوين النصب. ساوى حسب. عندي سترا، إمرا، وزرا، حجرا، سهرا، سهرا، آخر كلمة وهي ذكرا. إذا فهذه الكلمات لها علاقة بمد البدل. إذا بالنسبة إذا قرأ مد البدل بالتوسط، لمعنى غدا كنقرأ في القرآن مد البدل بأربع حركات. عندما آمن أو آمنوا، وأنا غدا في القرآن تنقرأ بمد البدل بأربع حركات، فلا يجوز في هذه الكلمة إلا التفخيم. إذا غنعطي التفخيم بحال دابا حنايا اش كنديرو دابا ملي كنقراو في هذا المصحف ديالنا، إذا لا يجوز فيها إلا التفخيم. ولكن ملي كنقرا بالقصر ففيها الوجهان، سترا سترا، إمرا إمرا، وزرا وزرا، حجرا حجرا، صهرا صهرا، ذكرا ذكرا. إذا قريت مد البدل بحركتين عندي الوجهان فالتفخيم والترقيق، وإلا قريت مد البدل بست حركات كذلك فيها القصر وفيها التفخيم والترقيق. إذا مفهوم؟ إذا هذه الكلمات لها علاقة بمد البدل. أنتم كتقراو في الرسم القرآني أربع حركات، المغاربة كتقراو أربع حركات، إذا شنو غنديرو هنايا؟ التفخيم بطبيعة الحال. إذا ما غتوصلي الكلمة سترا إمرا ويزرا
تفصيلها. إذا لاحظوا معي هذه الكلمات كلها فيها سبب الترقيق، سبب من أسباب الترقيق، ولكن منعت من الترقيق بسبب تنوين النصب. إذا ستران الكسر الذي فصل بينه وبين الحرف مستفيل ساكن، ولكن منعت من الترقيق بسبب تنوين النصب. فتحتان ياك ليست بضمتان ولا كسرتان، تنوين النصب. نصف. نعم شكرا. نصف. نصف. امرأة شنو عندي هنايا؟ نفس الشيء ياك. الكسر الذي فصل بينه وبين الراء حرف مستفيل ساكن ومنعت من الترقيق بسبب تنوين النصب. عندي كذلك وزرا. شنو عندي؟ كسر. إذا نتابعو بحال دابا مثلا غتلقاو كلمة وزر هكا، كيفاش غتقراوها؟ نعم كيفاش غنقراوها؟ وزر. لا وحدة. نعم فدوى كيفاش قريتيها؟ لماذا؟ إذا انتي قريتيها بالترقيق، علاش؟ لأن فيها سبب ترقيق. إذا الكسر الذي فصل بينه وبين الحرف وما فيهاش مانع الترقيق اللي هو تنوين. إذا ويزران راه ماشي هي ويزراكا، إذا مفهوم. إذا قلنا منعت هذه الكلمة بسبب تنوين النص. كذلك شنو عندي هنايا؟ عندي هجران الحاء الكسر الذي فصل بينه وبين الحرف مستفيل ساكن ومنعت من الترقيق بسبب تنوين النصب. عندي كذلك كلمة صهران إذا منعت من الترقيق بسبب مفهوم. ذكرى نشي الكسر الذي فصل بينه وبين رحف مستفيل ساكن ولكن منعت من الترقيق بسبب تنوين. إذا ماشي وقت ما تبان لكم مثلا كثيرا تبان لكم شي كلمة فيها تنوين نصب تنوضوا نتوما تعطيوها. لاحظوا مثلا كثيرا حيت ملي غندير لكم التمرين، نتابعو ملي غندير لكم التمرين غادي نقول لكم السبب ديال الترقيق. تقول لي مثلا هاد الراء كيفاش دير هاد الراء؟ اشنو هو لماذا مرققة؟ نعم في ذلك بياء ساكنة سكونها صيد. إذا ها هو سبب الترقيق اللي فيها. هل فيها مانع من موانع الترقيق؟ لا ما فيهاش. لا فيها. هادشي اللي ما بغيتش. فيها. عقلوا مزيان، لا ركزوا معايا. فيها مانع، فيها مانع. نتابعوا. هي فيها الفتحتان ولكن قلنا فيها تنوين نصب. داكشي باش بغيت نقول لكم نتوما شوفوا نتابعوا الحفره اللي نقدر ندير لكم، البياج اللي نقدر ندير لكم. هادي فيها تنوين نصب ولكن الكلمات اللي معروفين معدودين ها هما. ستران امران ذكران هجران زهران ذكران. هادي هي الكلمات اللي فيها سبب ترقيق ومنعت من الترقيق بسبب تنوين نصب. نعرفوا اكثر نحطوا هذوك المربوط قدامنا ديك الساعات وخاصك عرفوا باللي شوف بان الياء الساكنه ما داخلاش هنا. شنو داخل هنا؟ الكسر الذي فصل بينه وبين الراء حرف مستفيل ساكن كلمه كامل وهادو فيهم الوجهان. الى قرينا بالقصر الاشباع فيهم التفخيم والترقيق، قرينا بالاشباع فيهم الترقيق والتفخيم، والى قرينا بالتوصل فيهم التفخيم فقط. مفهوم؟ يلا غندوزو دابا الحالة الرابعة اللي باقي ما درتوش. يلا ركزوا معايا. كثيرا وصلنا كترقق. علاش؟ علاش؟ يلا درنا تيحت. يلا جيت. ياء ساكنة قبل الراء. ياء ساكنة سكونها إذا كانت ياء ساكنة سكونها حي ميت قبل الراء ترقق وصلنا ووقف. يلا أخواتي غنشوف واحد مانع من موانع ترقيق الراء اللي هو باقي ما درتوش. ياك إذا كلكم كتبوا العنوان ديالو. يلا ماشي فيما يبان لكم تنوين النصب تمشيو ديروا لي هذه منعت من ترقيق بسبب تنوين. أن كلمة ساوى حصد سترا إمرا وزرا صهرا ذكرا. هذوما الكلمات اللي كاينين صهرا. إذا الحالة الرابعة هي حرف استعلاء.
ما هي حروف الاستعلاء؟ لما نقول حرف استعلاء اذا انتبهوا قبل الراء وبعد بعد الراء. حرف استعلاء قبل الراء وبعد الراء. ما معنى حروف الاستعلاء؟ يلا اخواتي. نعم نعم. اذا حروف الاستعلاء هي حروف لجاء دائما مفخمة. مفهوم؟ يلا دابا نحاول ان شاء الله نشوفوا نحاول نفهمكم ان شاء الله. اذا ملي تيكون حرف استعلاء قبل الراء او بعد الراء تفخم الراء وسطا ووقفا. ناخذ مثال ديال قبل الراء. إخراج. الخاء ساكنة. الخاء ساكنة. الخاء ساكنة. شوفوا إخراج. الكسر الذي فصل بينه وبين راء حرف مستفيد ساكنة أو خاء ساكنة ترقق الراء. نعم. يلا عطيني أمثلة. صراط هذاك. مصر فيها الوجهان. نعم. مصر فيها الوجهان. نعم. إصراً. لا تحمل علينا إصر. ناخذ هنا بعد الراء. مثلا فرقة. إذا انتبهوا. نعم. هي اللي كتبت تقولي. نعم مزيان. إذا لاحظوا معي شوفوا هذه الكلمة مزيان. إذا نشوفوا شوفوا شنو قبل منها. كسر ملازم للراء. وشنو بعد الراء؟ حرف مستعلي. إذا كاين سبب ترقيق ومنعت من الترقيق بسبب حرف استعلاء بعد الراء. نعم. حيران في الوجهان. صراط. لا ما تقوليش هي قبل بعد. علاش ماشي قبل؟ صراط. نعم. لا ولكن تابوا الصاد. شو ملي كيكون الكسر الملازم للراء كيف ما كان واخا يكون الحرف مستعلي حيت يذهب استعلاء ماشي كاع كامل ولكن تينقص داك الاستعلاء ديالو ديك القوه ديالو كتضعف. اذا صراط اشنو اللي عطاها تفخيم الطاء لحرف استعلاء بعد الراء إعراضا. نعم. ولو فصل بينه وبين الراء حرف مد. إذا إعراضا. ها هو كاين الكسر وكاين السكون ولكن فخمت هذه الراء بسبب الضاد المستعلية. مفهوم؟ إعراضا. الفراق. لبل مرصاد. نعم. لبل مرصاد. لبل اذا انتبهوا قبل من الراء شنو كاين كسر ملازم للراء ولكن بسبب حرف استعلاء بعد الراء فخمت هذه الكلمه. مفهوم؟ اذا فرقه صراط اعراضا لبل مرصاد. نعم. فراقا. نعم تهيا. نعم نعم نعم. ترضاها. ترضاها هذيك ما كاين سبب ترقيق. حنا كندويو على خاص يكون سبب ترقيق ومنع من الترقيق بحرف بسبب حرف استعلاء بعد الراء او قبل الراء. عطيني شي كلمه فيها حرف استعلاء قبل الراء من غير ما يكون مكسور. النهار. انتبهي مناش كندويو على حرف الاستعلاء قبل الراء. يلا حرف الاستعلاء قبل الراء. نعم نعم. مصر فيها الوجهان. نعم. من المنتظرين. لا انتبهي. المنتظرين مثلا كتبها لكم. هذه الضعفة هي مكسورة. إذا الكسر ملازم للراء ترقق الراء وانتبه الراء لها مكسورة.
قطران ممتاز قطران اذا حرف استعلاء قبل الراء نعم فاطر نعم فاطر انا نكتب لك شنو هو الخطا فاطر هذه الراء ترقق لماذا لان مسبوقه بكسر لازم الطاء مكسوره ملي كيكون الكسر في الحرف الاستعلاء وقبل الراء ترقق الراء نعم وقران نعم ممتاز وقران وقران نعم اذا انتبهنا وقران كاين الكسر والسكون الكسر الذي فصل بينه وبين الراء حرف مستفيل ساكن ولكن فخمت لماذا فخمت راء لان حرف استعلاء قبل الراء مفهوم فطرات نعم نعم فطرات اذا شنو عندي هنا عندي الكسر الذي فصل بينه وبين الراء حرف مستعل وليس بحرف مرقق ساكن اذا الطاء والقاف والطاء كذلك في طرات فلذلك فخمت الراء يسراهم نعم ممتاز قبل الراء يسراهم مفهوم واش فهمت ولا ما فهمتوش اذا تابوا ملي كيكون حرف مستعل ومكسور وملازم للراء ترقق الراء بحال صراطه ناخذ مثال ديال صراطه صراطه لو كانت مثلا من بعد هذا الراء تاء مثلا ترقق ولكن هي جاء شنو اللي منعها من الترقيق هو حرف استعلاء بعد الراء حيت هذا كسر ملازم للراء واخا حرف المستعلين لان يذهب ماشي يذهب الاستعلاء ديالو كينقص درجه ديال لان للاستعلاء مراتب يلا تبعوا معايا مراتب الاستعلاء اذا مراتب الاستعلاء يلا تبعوا معايا اذا حرف الاستعلاء هي هذه ياك غنشوفوا مراتب الاستعلاء مثلا ديال الصاد اول حاجه ص هذه المرتبه الاولى كيكون صاد مفتوحه وبعدها الف المرتبه الاولى المرتبه الثانيه صحه مفتوحه فقط غير مسبوقه ما يكونش من بعد منها الف المرتبه الثالثه مضمومه ص مضمومه المرتبه الرابعه ساكنه والمرتبة الخامسة مكسورة صي إذا هذا حرف استعلاء وصاد وقس على ذلك جميع هذه الحروف إذا انت مراتب الاستعلاء ديال حرف الصاد هي ملي كتكون صاد مفتوحة ومن بعد منها ألف ملي كتكون ثانيا صاد مفتوحة ثالثا صاد مضمومة رابعا صاد ساكنة خامسا صاد مكسورة بمعنى هذه الحروف المستعلية ملي كتكون مكسورة كتذهب القوة ديالها اذا خاصني نعطيها حقها من الاستعلاء حيت انتبهوا معايا مثلا هذا الصاد الا ما عطيتهاش حقها من الاستعلاء غتولي سين منقص سي منقص صي صي ما امكن نطلع لسان ديالي ما امكن باش نجيب الاطباق صي صي كذلك قيس على ذلك ناخذ مثلا الضاد نفس الشيء المرتبه الاولى ضا المرتبه الثانيه ضا المرتبه الثالثه ضو المرتبه الرابعه يض المرتبة الخامسة ضي نفس الشيء مفهوم إذا ف شنو درت هنا ضو إذا فهذه هي مراتب الاستعلاء إذا من كيبان لكم حرف المستعلي مكسور ملازم للراء فهذا سبب من أسباب ترقيق الراء مفهوم صراطة لو ماشي هاد الطاء لتقرات صراطة وكانت التاء من بعد منها وش حاجة ولكن حيت صراطة لا هذيك غن هذوك كاينين كلمات مصر فرقين آل الشراقي بشرارين هادو غنديروهم بوحدهم لأن فيهم الوجهان الفراق نعم
هادو غنديروهم فيهم الوجهان مفهوم اخواتي. اذا هل من سؤال فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ فهمتوا. انا غنحاول ندير لكم تطبيقات بعجاله ونشوف واش غادي. اذا غنرجعوا لاسباب الترقيق وموانع الترقيق. الكلمه ملي نكتبها لكم تقولوا لي واش مرققه الراء، واش مفخمه. اذا كانت مرققه تعطوني سبب ترقيق، اذا كانت مفخمه تعطوني سبب ترقيق. اذا كمراجعه شنو درنا اليوم؟ درنا باب الراءات موانع ترقيق. اذا شفنا باللي العجمه والتكرار تنوين النصب وحرف الاستعلاء قبل وبعد الراء. اذا نحاول نعطيكم بعد التطبيقات ان شاء الله. يلا اي وحده، ماشي كلكم دوي وحده اللي غادي تجاوب. اذا كيف هي الراء في هذه الكلمه؟ نعم حنان غتقرايها وتقول لي كيف هي الراء. والا قلتي لي مرققه عطيني سبب ترقيق، قلتي لي مفخمه عطيني سبب تفخيم. استغفر. ممتاز. مرققه لان قبلها كسر لازم. ممتاز. اذا انتبهنا استغفروا، اشنو اللي عطى الترقيق لهذا الراء رغم انها مضمومه؟ كسر لازم. ناخذ امثله. نعم توريا يا ضريب. انتبهي خليوها بوحده حيت قلقلات لي الضاد. يا ضريب. تابعي لي الضاد. يا ضريب. نعم. نعم. لماذا؟ لأن هي مكسورة. نعم. إذا تابعي هنا يا ضريب، ما تقولش شي وحدة راه مسبوقة بحرف استعلاء قبل الراء. إذا تابعوا ملي كيكون الكسر في الراء ما كناقشوش، ترقق الراء وصل وقفا. إذا الراء مكسورة بذاتها. اذا هذا الكسر ديال الراء هو اللي عطاها ترقيق الراء، ما كنشوفش شنو قبل منها. ملي كتكون الراء مكسوره ترقق وصلا وقفا الا كانت في وسط الكلمه. اذا ما تقولوش لي راه الضاد حرف استعلاء قبل الراء، مفهوم؟ وكنتو غتقولوها كون درت لكم هذا، شكون اللي كان غيقولها؟ شكون اللي كان غيقولها؟ نعم مليكه فدوى. نعم. اذا انتبهوا لهذا الامر. اذا ملي كنشوفوا الضاد راه خاصني بعدا نشوف الراء هي الاولى نشوفها كيفاش دايره، عاد نشوف شنو قبل منها وشنو من بعد منها. شكون اللي تجاوب ترفع الاصبع ديالها؟ دادوش. نعم. كيفاش خليتي الراء؟ لأن قبل منها كسر لازم. نعم. إذا انتبهنا فهذه الضاء فهي مكسورة المرتبة الأخيرة من الاستعلاء. إذا سبب الترقيق ديال الراء هو الكسرة. إذا لاحظوا أن الراء فهي مفتوحة، ولكن شكون اللي عطاني الترقيق؟ الكسر لازم للراء، مفهوم؟ جيتو كتفهموا؟ يا أمينة الفجار. نعم. بسبب تابو ملي كتكون الراء متطرفة كندوي عليها وصلا ووقفا ووقفا. نعم نعم. بسبب الإمامة ترقق وصلا ووقفا. علاش؟ بسبب الألف الممال قبل الراء. ماشي الإمالة، ماشي الإمالة، كملي قبل الراء. نعم. إذا انتبهنا الفجار إذا عند الوصل ترقق، وخا غنوقف عليها بالسكون حيت الراء مكسورة، ولا غنوقف عليها بالسكون بما يذهب كسرها، سوف تبقى الراء مرققة. لماذا؟ حيث عندي سبب من أسباب ترقيق ألف ممال قبل الراء. نعم.
نعم حبيبة عندك باش قريتي لي الرا خليهم مرقاقة علاش مرقاقة لا ما تشوفيش الكسر شوفي الالف ممال قبل الراء اذا ترققوا ممتاز اذا عند الوقفه تولي ساكنه ولكن هذا الالف ممال هو اللي يعطيها الترقيق وصلا ووقفا ماشي الكسر في الراء نعم مفخمة لأنها سبب تكرار. إذن فيها سبب ترقيق. إيس. الكسر الذي فصل بينه وبين الحرف المستفيد الساكن ولكن منعت من التكرار من الترقيق بسبب التكرار. نعم. يلا غير حنان يلا نجات ارتابوا باش قريتيها ليا مرققه علاش قريتيها مرققه كاين الكسر قبل الكسر هذا هل هذا الكسر اصلي في الكلمه يلا خليها تكمل نعم ارتابوا اذا كيفاش قريتيها علاش كسر غير ملازم نعم اذا فهذه همزه وصل تسقط في درج الكلام الى وصلت محذوفه ولكن عند الابتداء كاينه يرتاب نعم هذاك عارض اصلا لان خاصنا كنجيبوه من اجل الابتداء بالساكن نعم ولا تنتهي بالحركة يلا يلا أخوات غير توريا غير صفية يلا أخوات لي ما جاوبوش نعم خديجة بضرارين بضرارين نعم نتابعوا في الامتحان كيفاش غتجاوبوا كيف هي الراء الأولى مفخم لماذا؟ نعم إذا هذه تفخم علاش لا يوجد سبب ترقيق والثانية في آخر الكلمة وصلا وإذا وقفنا غادي تفخم إذا عند الوصل ترقق بسبب الكسر عند الوقف إذا وصلا يذهب كسرها نعم ممتاز إذا وصلا ترقق علاش حيت كاين الكسرة ولكن عند الوقف يذهب قصرة للساكنة تفخم نعم ممتاز إذا مفهوم ما تقولش لشي وحدة بسبب التكرار ياك إذا التكرار معروفين نعم بديتو كتفهمو شوية شكون اللي ما فهمش يا نعم من غير لا من غير هذا جميله زمهريره نعم عندنا الاولى مرققه لانها مكسوره نعم الثانيه مرققه لانه ما قبلها ياء ساكنه سكون مي نعم ممتاز اذا الراء الاولى مرققه بسبب الكسر الكسر في الراء مكسوره بذاتها والثانية مرققة بسبب الياء الساكنة سكونها ميت شكون ما فهمتش كلشي فهمته كاينش مشكل شكون لي شوية شكون لي قال شوية لا أستاذة نعم تعبير ما كنعرفش عبري لي بالدارجة ما عنديش مشكل أنا بوسك عبري ليا بالدارجة
نعم دليلة كيفاش قريتيها؟ علاش؟ لا يوجد سبب لترقيق الراء. نعم يا نعم فيلاني المحراب كيفاش قريتيها؟ راء مرققه تقبل من القصر فصل بينها حرف. سبب الترقيق هو القصر الذي فصل بين ماشي اللي فيها المجن حيران. حيران نعم مفهوم؟ مزيان إذا لحد الآن مفهوم صافي. إذا من أسباب ترقيق الراء شكون اللي تعطيني أسباب ترقيق الراء؟ يلا بعجالة يلا أسباب ترقيق الراء. أسباب ترقيق الراء إن الكسر. نعم إذا الكسر يلا بركة عليك خديجة. يلا أخوات نعم صفية الياء الساكنة. نعم ثانية الياء الساكنة. نعم ثالثا نعم فدوى الإيمان. يلا شكون اللي تحدث لي على الكسر؟ يلا يلا باش تخرجوا حافظين الدرس. يلا يلا أمينة انتبهوا سامعوا اللي غتعطيني الحكم مثلا أسباب اللي تعطيني السبب تعطيني المثال الكسر باش نقولتي لي الكسر في الراء مثال رجالا ياك رجالا نعم اذا ترقق الراء وصلا ووقفا بسبب الكسر في الراء لانها في اول الكلمه. نعم اعطيني مثال في الوسط فراشا. لا عطيتيني بس نقولها مع الكسر باقي من الكسر في الراء الكسر ملازم رجالا. إذا قلنا الكسر في الراء سواء كانت الراء في أول الكلمة ولا وسط الكلمة ترقق. عطيتيني مثال في أول الكلمة يضرب. نعم ترقق وصلا وقفا الكسر ملازم. إذا جاءت راء متطرفة مكسورة إذا جاءت متطرفة مكسورة عند الوقف فقط يعني إذا مكسورة وعند الوصل مكسورة فقط. نعم أنا تبقى مكسورة. نعم الحالة الثانية في الكسر الكسر الملازم. يلا عائشة الحالة الثانية في الكسر الكسر الملازم. نعم إذا شنو نكتبوا هنا الكسر الملازم للراء. أنا شكون تعطيني مثال فراش. يلا يا عائشة فراشا. نعم إذا في راشا الحالة الثالثة لا هذاك فيه سبب ترقيق ولكن منعت من الترقيق بسبب العجمة إسرائيل فهي كلمة أعجمية فيها سبب ترقيق ولكن منعت من الترقيق بسبب العجمة. نعم وفاء الكسر الذي فصل بينه وبين الضم ساكن ما تقولش حرف مستفيل وصافي حيث مثلا اللي قلتي لي مثلا الكبار حرف مستفيل الكبار هذا هو حرف مستفيل ولكن غير ساكن اذا سوف تفخم الراء لانه غير ساكن. إذا الحالة الثالثة الكسر الذي فصل بينه وبين الراء حرف مستفيل ساكن. أعطني مثال أو خاء ساكنة أو خاء ساكنة. يلا أعطوني مثال أو خاء ساكنة. نعم نعم نجد لا إكراه. نعم ممتاز إذا لا
إكراها. إذا هذا الكسر مع ساكن حرف ساكن هي اللي أعطتني ترقيق الراء. نعم. إذا نشوفوا الحالة الثانية في أسباب ترقيق الراء. نعم. نعم. ساكنة ولا ياء؟ نعم لطيفة. ياء ساكنة. هذه الياء الساكنة اش كيكون فيها؟ حي ميت. إذا سكون أي سكون ميت. أعطوني مثال. خير. إذا هذا سكون حي. قدير. خير. إذا الياء الساكنة هي اللي أعطتني ترقيق الراء. خبير. إذا هنا سكون ميت. نعم. كريم. كريم. انتبه كريم الراء لي مكسورة. راء مكسورة. عبد الله قال لك وزر. وزرك. وزران. وزران تنوين النص فيه سبب ترقيق ولكن منع من الترقيق بسبب تنوين النص. نعم. كبير. نعم. قريب. شوفي الراء مكسورة. هذاك الياء الساكنة أنا بعدها. شوفوا قبل. إذا الياء الساكنة قبل الراء. إذا سكون حي قبل الراء وبعد الراء. قبل. ها كبيرة. أنتي قريب. إذا هذه الياء فهي بعدها. إذا شنو اللي يعطيني ترقيق الراء؟ انتي خاص حزبة كبيرا. كبيرا. اذا خاصني هذه الياء هي اللي عطات ترقيق قبل الراء. نعم. بصير. نعم. اعطوني قادير. نعم ممتازه. اعطوني الاماله قبل وبعد الراء. يلا قبل وبعد الراء. الاماله قبل وبعد. نعم. الكفار. اذا هنا شنو عندي؟ قبل بعد. قبل. اذا الكفار. اعطوني امثله يلا اخواتي. النهار. النار. الابصار. الدار. الفجار. الفجار. نعم. صبيح. نعم. صبيح. الدار. نعم ممتاز. الجبار. الانهار. نعم. لا الكريم هذيك راك الراء مكسوره. نعم. لبرير. ممتاز قولي ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. نعم فوزية. الفجار. الفجار. نعم ممتاز. نعم. قنطر. ممتاز. قدير. لا قدير هذيك الياء الساكنة قبل الراء. حنا كندويو بعد الإمالة. حزنا الإمالة. إذا الإمالة بعد الراء. يلا عطوني بعد الراء. مني ما كيكونش من بعد منها التقاء الساكنين. يلا. إذ رأى نارا. إذ رأى نارا. نعم مزيان. يلا أخوات. نعم. اشترى. نعم. اليسرى. القرى. افترى. نعم ممتاز. إذا لحد الآن فهمتوا أسباب ترقيق الراء. غنعطيكم واحد الكلمات يلا اخواتي شكون اللي غادي يتسمع. نعم شوفوا انتبهوا وصلنا وقفا. نعم. عندنا القرى التي. نعم. إلى كان وصلا. لا وصلتي. انتبهوا استمعوا. استمعوا. تفخم الراء. علاش؟ نظر التقاء ساكنة. نعم. ساكنان. نحن سابق نعم. ولكن غنوقفوا عليها غنوقفوا بالقرى. نعم. إذا ترقق الراء وترققوا. وقفا وتفخم وصلا. اذا حنا غنشوفوا وقفا وقفت عليها. اذا كيفاش غنوقف القراء؟
علاش؟ لان هذا الالف الممال هو اللي اعطاني ترقيق الراء. هذه عند الوقف. اذا نكتب عند الوقف ترقق، عند الوقف ترقق. غنشوفوا عند الوقف. نعم، حيت هذا الالف هو اللي اعطاني ترقيق الراء. هذا الف ممال بعد الراء، هو اللي اعطاني ترقيق الراء. اذا الامانه بعد الراء، ولكن عند الوصل سوف يحذف هذا الالف. احنا غنشوفوا، غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش غادي تحذف. اذا نشوفوا معايا، اذا شنو عندي هنايا؟ القره التي، اول حاجه نتخلص من همزه وصل. اذا همزه وصل تسقط في درج الكلام، لا اقول القرى التي. اذا فهذه همزه وصل تسقط في درج الكلام. اذا اش غندير؟ غادي نشيدها. اشنو بقى لي؟ بقات لي واحد اللام مشدده ومفتوحه، خاصني نعرف باللي عندي جوج ديال اللامات. اذا عندي لام ساكنه ولام مفتوحه، فادغمت الاولى الثانيه فاصبح حرفا واحدا. اذا انا محتاجه لتفكيك الشده، بمعنى هذيك اللام غادي نفكك الشده، نخرج داك الحرف الساكن والحرف المتحرك، حيت انا محتاجه ليه باش نعرف علاش تتحذف لي هاد الالف. اذا غندير تفكيك الشده. اذا شنو عندي هنا؟ لا لا تي. اذا شنو كاين؟ القرى. اذا قلنا هذا الالف هو اللي اعطانا ترقيق الراء عند الوقف، حيث هو الف ممال بعد الراء. اش كيوقع هنايا؟ هنا كتلقى الف ساكن مفتوح ما قبله، الف ساكن مفتوح ما قبله، معاش تلقى مع لام ساكن. هل يجوز في اللغه العربيه؟ لا يجوز، تلقى ساكنين او ثلاث سواكن. اذا اش كنديروا هنا؟ مادام هذا حرف مد، حرف ساكن مفتوح ما قبله، حرف مد وليس بسكونه صحيح، وحرف مد حرف عله. اذا اش يوقع؟ كتقول اللغه العربيه اذا التقى ساكنان فحدث ما سبق. ما سبق. اذا شنو خاصني ندير؟ هاد الالف هذا سوف يحذف باللام بسبب اللام الساكن. هنا غنحذفو، مفهوم؟ انا حذفته. اذا ملي حذفته عند الوصل ما بقاش، اذا بقات لي عراء مفتوحه. اذا السبب اللي عطاني ترقيق تحذف، اللي هو الالف الممان عند الوصل، ولكن عند الوقف راه باقي. الا وقفت، قال لي في اختبار الشيخ وقفي لي على القرى، كيفاش غنوقف؟ القرى نوقف بالتقليل، وهذاك التقليل هذاك الالف الممان هو اللي عطاني ترقيق الراء. فيها وجه واحد عند الوقف، نوقف بالاماله بالتقليل، فهذاك التقليل هذاك الالف الممان هو اللي عطاني ترقيق الراء عند الوقف. ولكن وصلت كاين واحد السبب، واحد المانع اللي غيمنعني، اللي هو التقاء ساكنين. لما فككت الشده لقيت بلي لام ساكنه ولا مفتوحه، اذا هاد الساكن ديال اللام مع الساكن ديال الالف فحذف الالف. اذا اش بقات لي؟ القرى لا لا تي. اش غندير؟ حيت ثقل على اللسان ما نقراوش لا لا تي، ثقل على اللسان. اذا من اجل التخفيف تدغم اللام في اللام فيصبحان حرفا واحدا. اذا اش غندير؟ غندغم هاد اللام في اللام، انا دغمتها فولات لي لام وحده اللي هي مشدده. اذا الحرف الا كان مشدد عرفوا ان فيه حرفان، مفهوم؟ اذا القرى التي. اذا عند الوصل تفخم الراء لان يذهب السبب ديال الترقيق، ولكن عند الوقف فيها وجه واحد اللي هو ترقيق بسبب الالف الممال. نعم، سمعت لام زكريا سولت قالت منين تتحذف الالف الممانه ما بقاش عندها سبب الترقيق. نعم، ممتاز، ولا ما شاء الله عليك. لما حذف عند الوصل الالف ممال فلا يوجد سبب للاماله. غنعطيكم هذيك الكلمه واحد الاستثناء، نحاولوا نعاودوه ان شاء الله. اذا عندي مكرهش شي وحده تحدث لي على هاد الراءات. يلا ذكرت
حتى من المقيطة هذه تلقاوها في القرآن. واحد الأرسل المقبيلة وهي كتكتب كانت لك بات هذه المثال ديري لها تارا لارضا. نعم ممتاز. قولها إن شاء الله غنديروا المثال ديالك إذا أنا نكتبه هنا باش نديره إن شاء الله. الاسم ديالها نادية. مرحبا مرحبا نادية. إن شاء الله أنا غندير المثال ديالك. إذا انتبهوا ذكرى الدار. شكون اللي تحدث لي على دراء ودراء؟ حتى حاجه ما صعيبه رشكم اليوم ما هما شكون تشوفوا ما هي كملتوا الراء وانتم تخربقوا الراء غنديروا فيه تطبيقات كثيره باش نشدوه مزيان. شكون اللي تحدث لي على هذا الراء وتحدث لي على هذا الراء؟ إذا قالت سوريا بأن ذكرى هذا الراء بالذات ورقاق وصلا ووقفان، ولكن أنا ما فهمش خاصية تفهمني. علاش كيبان لك كتبان لنا واحد الراء كتبان لنا واحد النقيطة هنا وآليف ممال؟ إذا حنا غنحسبوا باللي آليف ممال بعد الراء هو اللي عطاها الترقيق أو لا؟ لا عطاها الوصل. إذا قلت هي ترقق وصلا ووقفا. يلا وصلا لماذا ووقفا لماذا؟ إذا وقفا قلتي ترقق. نعم. لأن بقى تابع هذه الذكرى. أيه ترقق. كاين اصلا الف ممال وكاين شي حاجه اخرى ياك نشوفوا بعد الراء علاش شو رقق بعد الراء علاش توريا حسبتي ما اللي جاي رساله فين الاماله بعد هذا مثلا نوصلوها ملي كنوصلوا هذه مع هذا يلا شوفوا شوفوا الكسر الذي فصل بينه حيت كاين سبب اخر يلا شوفوا دائما حنايا ملي تنحطوا حدانا ورقه وستيلو في الاول لابد انك تحطي حداك ورقه وستيلو باش تفردتي هذه الكلمات وتشوفي الخبايا ديالها. اذا حنا غنشوفوا الخبايا. اذا قلنا هاته الراء ترقق وصلا وقفا رغم ان عندنا التقاء ساكنين. اذا اول حاجه بعدا غنفردتو نعم اول حاجه ذكرى همزه وصل تسقط في درج الكلام هذه اللام شنو هي؟ لام تعريف الشمسيه ودغمت في الدال في حرف الدال. اذا ها هي الدال غادي نشوفوا هذيك الدال شحال فيها من الحرف فيها جوج الحروف دال ساكنه ودال مفتوحه ياك هادشي اللي كاين وكاين واحد الالف ساكن انا حاولت نفرتت لكم الكلمه كما ينبغي مفهوم اذا عندي الف ممال بعد الراء انا خليته ولكن شنو عندي التعريف لام ديال لام شمسيه تضغم في الدال ولا هي محذوفه اش بقى لي دال مشدده نخرج دال ساكنه ودال مفتوحه في اللغه العربيه اذا التقى ساكنان فاحذف ما سبق علاش حيت هذا حرف عله ماشي حرف صحيح لو كان مثلا شي حرف اللي السكون ديالو صحيح اش غيوقع فكسر فضم فافتح حنا عندنا هنا فاحذف ما سبق اذا حنا غنحيدوا هاد الالف ممال ولكن ما تنساوش بان الراء غادي تبقى مرقه المهم اول حاجه بعدا نشد نجمع هادو سوف تدغم الدال في الدال في سبحان حرفا واحدا اذا اش بقى لي هنايا ذكرى الدال نشوفو مزيان اذا اش بقى لي كيف ما قالت سوريا قالت لك هذا الراء ترقق وصلا ووقفا رغم ان كاين التقاء ساكن وحنا كنقولوا بلي الف ممال بعد الراء ملي كيكون الحاجز اللي هو التقاء ساكنين كتحذف هذاك الالف فتفخم الراء عند الوصل اذا هنا لا تفخم ترقق وصلا ووقفا علاش وحده نعم وحده ممتاز اذا لاحظتم اخواتي ان قبلها اشنو كاين
كاين كسر فصل بينه وبين الراء حرف مستطيل ساكن، هو اللي عطاني الترقيق ديال الراء عند الوصل. وخا حذف الالف الممال اذا بقى لي حكم اخر. مفهوم؟ غنديروا هذا المثال ديال نادية. إذا رسمت في القرآن الكريم هكذا ترى لا روضة. إذا شكون اللي تحدث لي على هذا الرأي؟ شوفوا انتبهوا، أنا كنكتبها كبيرة باش تفهموا. ترى لا روضة هي غتجبد لينا الخبايا ديال هاد الكلمة. يلا عندنا هنايا هاد الوعدة تسقط في درج الكلام. نعم ممتاز، تسقط في درج الكلام. عندنا فهذه همزة وصل، قالت جميلة بأن تسقط في درج الكلام. ما كنقولش ترى لا روضة، هذا خطأ. ترى لا روضة. نعم عندنا لا روضة، أنا غنمسحها. شات هاك يعني. وعندنا لامدا في نقل الحركه. ممتاز، اذا مشات الاول حاجه اللي هي مهمه انا كتب ليها، قالت لك كان نقل الحركه بمعنى هنايا كاين واحد الخطايا هنا في الروايه. ورش عن نافع من الطريق الازرق، شنو عندي هنا؟ اربعه. لا خليوها بوحدها. نكتب انا؟ نكتب يلا يلا انت فهميني وانا نكتب. يلا نتابعوا. هنا كاين خبايا كيف ما قالت جميلة. شنو قالت؟ قالت هنا نقل الحركة أرض، ياك هذا هو الأصل. نحوش شنو بقى لي دابا؟ ترى الأرض. يلا حاولوا تستافدوا. جوج ديال الساكنان. نعم ساكنان ساكنان، عندنا هذا وعندنا هذا، إذا التقى ساكنان فاحذف ما صاب. حذفي ما صاب. ديري كروة، ديري كروة، حيدتي وعلى القصة، ديري عليك كروة. إذا هذا سوف يحدث بالتقاء الساكنين. إذا شوفوا مزيان، أش ولا عندي؟ ترى ترى الأرض. ترى الأرض. أشنو خاصني ندير أول حاجة نديرها جميلة؟ أشنو غندير؟ أشنو أول حاجة نديرها؟ غنديروا نقل الحركة. نعم، إذا رجعي ليا الكلمة كيف ما كانت، ينقل ورش حركة الهمز إلى الساكنة. أنا شنو غيدير ورش؟ نعم الأرض. إذا الهمزة غتعطى للام الساكنة. أش ولات عندي؟ همزة لا تلفظ. أنا شنو ولات؟ الهمز إلى الساكن الصحيح المباشر لا منفصلة. نعم ممتاز. الأرض. إذا شنو ولات عندي؟ قرأوا جماعة. إذا كيف هي الراء عند الوصل؟ لماذا مفخمة؟ ما كاينش سبب. إذا سبب ترقيق حذف بسبب التقاء الساكن، ولكن عند الوقف. ممتاز جميلة. إذا عند الوقف غيكون واحد الألف نورمال هو اللي غيعطيني ترقيق الراء، فعند الوقف ترى، ولكن عند الوصل ترى لا ترضى. مفهوم؟ أسهل ما يكون. نعم أم زكريا قالت لك ما معنى تسقط في درج الكلام؟ بمعنى لا تلفظ. بحال دابا ما كنقولوش الحمد لله رب العالمين، بل نقول الحمد لله رب العالمين. حذفت في درج الكلام عند الوصل. إذا تحذف همزة الوصل في درج الكلام أي وصلا، ولكن عند الابتداء ثابتة، لأن العرب لا تبتدئ بساكن ولا تنتهي بحركة. فأقول العالمين، ولكن عند الوصل الحمد لله رب العالمين، وعند الابتداء العالمين. يمكنش هي نقول العالمين، ولكن نعم يؤتى بها. نعم يؤتى بها لتحريك الساكن، لأن العرب لا تبتدئ بساكن ولا تنتهي. قلت لك الله يبارك فيك. مرحبا مرحبا.
الإيمان. نعم. رأى هذا الإيمان من أجل الإيمان. نعم. رأى كوكبا. نعم. سرقق الراء بسبب الإيمان. نعم. رأى الشمس إلى حذفتي هذاك الآلف غتفخم الراء عند الوصل، ولكن عند وقفي سرقة. مفهوم أخواتي؟ باقي إن شاء الله غنديروا التطبيقات بشوية بشوية حتى تركزوا مزيان مع الدرس ديال الراء. هو درس الراء ذلك السهل الممتنع. أخص رواية ورش. إذا باقي لنا واحد الكلمات فيهم الوجهة إن شاء الله الحصة المقبلة إن شاء الله غادي نكملوهم. غنقول لكم كما تيقولوا المغاربة مبارك العواشر، مبارك عواشركم ومبارك العواشر المتتبعين. إن شاء الله نتمنوا الله سبحانه وتعالى يبلغنا عرفة. اللهم ارزقنا في عرفة الصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم اجمعنا مع دعاء الحجاج. اللهم نسألك حجة إن شاء الله السنة المقبلة إن شاء الله. ما تيسرش لنا السنة، ولكن نتمنى فيها السنة المقبلة أن نكون في الكعبة إن شاء الله، وأن نقف في عرفة إن شاء الله جميعنا وجميع المسلمين وكل من يرجو أن يرى ذلك المكان وأن يطوف بذلك المكان، أن يسير له ويجعل له الله سبحانه وتعالى يسير العسير يسير، وأن يرزقه من حيث لا يدري ولا يحتسب. نعم.